هذه المناورة في السداسي الأول نتاع سنة 2023 خاصة بزلزال يخص المنطقة تاع تلمسان يحدث وراءه انهيار سد حمام بغارة اللي يشكل خطر كبير على خاصة بالنسبة للمواطنين اللي ساكنين في بلدية حمام بغارة. الأهداف من بين الأهداف اللي راهي مسطرة باش في المناورة هذه هي يعني خاصة نشوفوا الجاهزية تاع مختلف المقاييس اللي راهي معنية بالتدخل. ثانيا تحسيس المواطنين اللي ساكنين في المنطقة هذه خاصة باش ما يزيدوش يعني يتقدموا بالبناية تاعهم إلى مجرى الواد.